بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب اختلاف الحجة على عباده من كتاب الكافي الشريف. هنا حديث يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: «ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع المعرفة والجهل». والرضا والغضب والنوم واليقظه. الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الناس ومن ثم يعاقبهم إذا كانوا عصاة إنما يفعل ذلك فيما آتاهم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة للانسان على ان يمسك عن الطعام طيله النهار. هذه قدرة تكوينية. ثم يشرع وجوب الصوم. وهذا التشريع يصل إلى المكلف، فهذا المكلف القادر، الذي بلغه حكم الله بوجوب الصيام، إذا لم يصم، الله يحاسبه على ذلك، وقد يعاقبه إن لم يغفر له. لكن إذا واحد الله سبحانه وتعالى لم يعطه القدرة لا يتمكن من الصوم، أو هذا الإنسان كان قبل تشريع الصوم، يعني مثلا في السنة الأولى من الهجرة، قبل نزول آية الصوم هذا الإنسان لم يصوم في شهر رمضان، هل يحاسب؟ هل يعاقب؟ كلا. صحيح كان قادرا على الصيام، لكن الحكم لم يكن قد نزل بعده، لأن الأحكام نزلت بالتدريج. فلذا هذا الإنسان لا يعاقب، لأن الله لم يشرع له. في موضوع تغيير القبلة المسلمون بأمر من الله سبحانه وتعالى كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس. زين عندما كان الرسول في مكة صلى الله عليه واله كان يصلي باتجاه بيت المقدس لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فما كان مبين ان القبله هي بيت المقدس. لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه واله الى المدينه، بيت المقدس يقع في شمال المدينه المنوره، ومكه تقع في جنوب المدينه المنوره. فهنا تبين ان القبله هي بيت المقدس لا الكعبه. وهكذا اشهر حسب بعض التفاسير سبعة عشر شهرا أو تسعة عشر شهرا يعني ما يقارب السنتين كان حال المسلمين هكذا بعد ذلك نسخ الحكم إلى تعيين الكعبة هي القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. زين، في هذه الفتره هناك بعض المسلمين قد ماتوا توفوا من اصحاب الرسول صلى الله عليه واله فهنا بعض المسلمين تساءلوا هؤلاء لم يصلوا باتجاه الكعبه وانما صلوا باتجاه بيت المقدس. فما هو حالهم وما حال صلواتهم؟ الله سبحانه وتعالى انزل ايه في ضمن هذه الايه يقول: "وما كان الله ليضيع ايمانكم". انتم عملتم بتكليفكم هؤلاء الذين ماتوا وكذلك المسلمين صلواتهم باتجاه بيت المقدس قبل نسخ الحكم، هذه صلوات اذا كانت مجتمعه فيها الشروط مقبوله. النسخ يقول من الآن فصاعدا الحكم تغير إذن الإنسان قبل تشريع الحكم لا حكم عليه فإذا لم يعمل طبق ذلك الحكم لا يحاسب ومن ثم لا يستحق العقاب الإنسان الذي لا قدرة له غير مكلف وغير المكلف لا يعاقب على ترك ذلك الشيء لانه لم يكن تكليفا له. اذا فالانسان تكون له القدره ويكون هناك تشريع فيحاسب واذا كان خالف فهو عاصي ويستحق العقاب. هذا الحديث الشريف يقول: المعرفة والجهل هل من صنع العباد؟ كلا. إنما هما من صنع الله سبحانه وتعالى، بأي معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يرسل الرسول، وقبل أن ينزل الشريعة. زين. هذه الشريعه التي لم ينزلها الرب سبحانه وتعالى في تلك الازمنه هنا هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في تلك الازمنه لا يسالون عن تلك الشريعه التي نزلت بعدهم فهنا دور الناس الالتزام بالشريعه السابقه بشريعة ابراهيم عليه السلام او بشريعة عيسى مثلا. الناس الذين كانوا يعيشون في فترة من الرسل بين عيسى وبين رسول الله محمد صلى الله عليه واله. هؤلاء لم يكونوا مهملين لا كان يجب عليهم ان يعتقدوا بالله ويرفضوا عبادة الاصنام ويكونوا على دين ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وعلى شريعته او على شريعه عيسى عليه السلام. زين. لكن ما كان تكليفهم ان يكونوا على شريعه محمد صلى الله عليه واله وهي لم تنزل بعده. نعم حينما بعث الله محمدا صلى الله عليه واله وانزل الشريعه عليه وجب على الناس الالتزام بشريعته وهذه الشريعة لا تنسخ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فدور الناس هو العمل بالشريعة التي يريدها الله سبحانه وتعالى أما الشريعة القادمة جاهلون بها لا تكليف لهم يعني هؤلاء الذين ماتوا بين زمان عيسى وبين زمان الرسول محمد صلى الله عليه واله. هؤلاء اذا كانوا على الحنفيه او على الحنيفيه والتزموا بالشريعه التي كان يريدها الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان فهؤلاء اهل نجاة. وكذلك الامم السابقه اذا التزموا بتعاليم انبيائهم اهل نجاة. هو ما ملتزم بتعاليم الامه الاسلاميه، هذه الامه الاسلاميه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ارسل رسولها وارسل شريعتها. فلا دور للناس في المعرفه من هذه الجهه، واذا هم يجهلون الشريعه اللاحقه فليسوا مسؤولين عن ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم. طبعا الله حكيم التدريج في ارسال الشرائع هذا ضمن حكمه وقد ذكرنا بعض النقاط في هذا الموضوع في حلقات ماضيه. زين هذا المثال المعرفه والجهل. هذا مثال او هذان مثالان يرتبطان بالقلب. المعرفه بالقلب، الجهل ايضا بالقلب. زين الجهل يعني شنو هنا؟ الجهل بمعنى ان الله لم يفض العلوم والمعارف عبر الرسل او اوصيائهم فما دام الله لم يفضها فلا تكليف للناس تجاه ما لم يفض اليهم وايضا قد مر في بعض الاحاديث السابقه ان ترتيب النتائج على الاسباب هذا من فعل الله سبحانه وتعالى اذا الانسان فعل المقدمات الله يرتب النتيجه مثلا كمثال اذا واحد تزوج بعد الزواج مثلا بفتره الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد زين هذا الولد من خلقه الله سبحانه وتعالى هذه نتيجه لكن هذه النتيجه الله سبحانه وتعالى علقها بحكمته على الزواج ليس الاب او الام هما اللذان خلقا هذا الطفل الله هو الذي خلقه لكن حكمه الله تقتضي ان يكون الخلق عبر اسباب هو جعلها هو مو محكوم بتلك الاسباب لكن الحكمه اقتضت ان يجعل هذه النتيجه عبر هذه الاسباب، واحيانا تلك الاسباب اختياريه للانسان. الزواج امر اختياري للانسان. اذا ما تزوج الله سبحانه وتعالى لا يرزقه بطفل، لا يخلق له طفلا. الله قادر على ان يخلق انسان من دون اب وام كما خلق ادم. قادر على ان يخلق انسان من دون اب كما خلق عيسى عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكن باستثناء آدم وحواء وعيسى حكمة الله اقتضت أن يكون خلق الناس عبر مقدمة تلك المقدمة اختيارية للناس وهي الزواج مثال آخر الموت المثال الأول كان في الحياة، هذا المثال الثاني في الموت. الموت إنما هو بقبض الله سبحانه وتعالى، روح الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقد يكون بأمر ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أو توفته رسلنا في آية ثالثة. زين، لكن قد تكون المقدمات بيد الإنسان، تارة المقدمات ليست بيد الإنسان. لكن تارة المقدمات تكون بيد الإنسان، هذا اللي ينتحر مثلا يلقي بنفسه من شاهق فتتهشم عظامه ويموت. من الذي قبض روحه؟ الله سبحانه وتعالى. لكن المقدمة كانت بيد هذا الإنسان اختيارا بأن ألقى نفسه من شاهق لو الله سبحانه وتعالى يسلب المقدمة هذه النتيجة المقدمة لا ما توصل إلى النتيجة لأن النتيجة هي من فعل الله سبحانه وتعالى والمقدمة الله بحكمته جعلها مقدمة يتمكن بقدرته أن يسلب مقدمي مقدميتها مثلا النار تحرق اللحم والعظم إذا ألقي في النار يحترق زين إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ألقي في النار لكن النتيجة اللي هي احتراق اللحم الله سبحانه وتعالى لم يقدرها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار كانت نار مو أنما هي النار تغيرت لا كانت نار لكن الله سبحانه وتعالى لم يرتب النتيجه على هذه النار. زين اذا الانسان بحسن اختياره ذهب ليعرف الله سبحانه وتعالى يلقي المعرفه في قلبه اذا شاء واذا واحد بسوء اختياره اراد ان لا يعرف، اراد ان يجحد. الله سبحانه وتعالى يلقي الضلال عليه. الله يضل، يعني شنو الله يضل؟ يعني هذا الانسان بسوء اختياره اختار المقدمات التي لا توصل الى المعرفة، بل توصل الى الضلال، فالله سبحانه وتعالى يضله. ابليس خاطب الله سبحانه وتعالى. قال رب بما اغويتني يعني شنو اغويتني هل الله اغواه الجواب ابليس بسوء اختياره عصى الله سبحانه وتعالى فلانه فعل المقدمه باختياره الله اغواه اظله الانسان المؤمن بحسن اختياره يذهب الى المقدمات التي توصله الى المعرفه فالله سبحانه وتعالى يرتب النتيجه في حديث شريف عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول هذا الحديث مروي في توحيد الصدوق رضوان الله تعالى عليه ان المعرفه من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقه يعني الله خلقها في قلب الانسان لم تكن موجودة أوجدها. والجحود صنع الله في القلب مخلوق، أيضا هذا الشخص الذي يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الله يضله. ليس للعباد فيهما من صنع، لأن النتائج الله هو الذي يرتبها، لكن الله بحكمته احيانا جعل الانسان مختارا في المقدمات فاذا فعل المقدمات الله سبحانه وتعالى يلقي النتيجه الشفاء ممن من الله سبحانه وتعالى واذا مرضته فهو يشفين لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل العلاج مقدمه يعني انت روح عالج استعمل الادويه العقاقير سائر العلاجات الطبيه فاذا شاء الله سبحانه وتعالى القى عليك الشفاء الشفاء من الله لكن احيانا المقدمات تكون من الانسان فالانسان مامور بالمقدمات النتائج الله سبحانه وتعالى اذا شاء يرتبها واحيانا لم يشاء ولا يشاء لذا تشوف بعض الاحيان الانسان يروح يعالج لكن المعالجات لا تفيد، لماذا لا تفيد؟ لأن الله لم يرتب النتيجة. وهكذا في سائر الأمور، بحكمته سبحانه وتعالى. زين وليس للعباد فيهما صنع، فلهم فيهما الاختيار من الاكتساب، يعني تهيئة المقدمات. فبشهوتهم الايمان يعني اشتهائهم الايمان اختاروا المعرفه فكانوا بذلك مؤمنين عارفين، يعني اختاروا المعرفه فالله القى المعرفه في قلوبهم. وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالا. زين يعني ذولاك المؤمنين وذلك بتوفيق الله لهم يعني للمؤمنين جعل الاسباب بعضها وفق البعض للوصول الى النتيجه وخذلان من خذله الله. زين هذا المثال الاول او المثالان الاولان المعرفه والجهل. اذا الانسان صار في مقدمات المعرفه يلقي الله المعرفه في قلبه واذا صار في مقدمات الجحود والانكار الله سبحانه وتعالى يضله يعني يلقي الجحود في قلبه في قلبه زين المثال الثاني والرضا والغضب هذا المثال مثال يرتبط بالنفس المعرفه والجهل يرتبطان بالقلب اما الرضا والغضب يرتبطان بالنفس لان الانسان مركب كما هو مركب من اعضاء ايضا مركب من قلب لعل المقصود به الروح ومن النفس ومن الجسم النفس والجسم والروح يتركب منها الانسان زين بعد ذلك ايضا الجسم مركب يعني الانسان له يد ورجل واعضاء اخرى النفس ايضا اما مركبه اما لها جهات متعدده النفس اللوامه النفس ال... آمرة عمارة بالسوء مثلا النفس المطمئنة وهكذا وأيضا الروح لعله مركب كما يستفاد من بعض الأحاديث وهذا موضوع آخر الرضا والغضب هذه حالة نفسية الرضا يعني شنو؟ الرضا هي حالة نفسية توجب قبول الإنسان بالشيء يعني نفسه تقبل ذلك الشيء، هذا هو الرضا. طبعا يمكن يكون هذا الشيء ملائم للنفس فترضى النفس به، ويمكن ان لا يكون ملائمًا للنفس، لكن مع ذلك النفس ترضى به تقبله، حالة نفسانية قبو توجب قبول الشيء. مثلا الإنسان يعطى طعام لذيذ يطابق ذوقه. نفس الإنسان ترضى بأكل هذا الطعام لأنه ملائم للذوق أحيانا شيء منافر للذوق لكن النفس أيضا ترضى به واحد مريض يطوع عقار أو عقاقير مرة جدا هو باختيار يتمكن من أن لا يشرب ذلك الدواء لكنه يشرب ذلك الدواء وهو راض به أحيانا إحنا نلاحظ مثلا مريض يحتاج لعملية بتر بتر الطرف من الأطراف مثلا يقطعون رجله زين الأطباء متفقين أنه لو لم تقطع رجله هذا المريض مثلا الالتهابات ستسري إلى قلبه وسيموت هذا المريض يذهب ويدفع اموال وبعض الاحيان مثلا يتوسل الى الاطباء ليعجلوا في العمليه. زين سيقطعون رجله، هذا موافق للطبع؟ لا هذا منافر للطبع. لكن نفس الانسان تقبل ذلك فهي راضيه به. لماذا راضيه به؟ لان الانسان يعتقد بفائدته او بخطر تركه. لذا تشوف اولياء الله سبحانه وتعالى تراهم هؤلاء يرضون يرضون بمكروه القضاء الرضا بمكروه القضاء من درجات الصديقين يعني واحد يُقتل في سبيل الله، زين يعني واحد يُقتل هذا ألم، الإنسان نفسه عزيزة عليه لكن يذهب في سبيل الله فيُقتل هو راضي بهذا الأمر لماذا راضي بهذا الامر؟ لان الله سبحانه وتعالى امره مثلا بالجهاد. احيانا الله سبحانه وتعالى يقضي قضاء هذا القضاء لا يلائم طبع الانسان. يعني مره الله يقضي قضاء يلائم طبع الانسان، الله قضى ان فلان يصير ثري زين حصل له اموال هذا يلائم طبعه. احيانا الله سبحانه وتعالى يقدر فلان الثري يصير فقير وتشوفه يخسر امواله كلها ويصير معدم لا شيء له زين هل يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى او لا يرضى غالبا الناس لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى زين هو يمكن هو ما يصرح بلسانه لكن في قلبه لا يوجد حالة الرضا فإذا رضي الإنسان بحالة الشيء الذي ينافر الطبع فهذا من درجات الصديقين هذا الإنسان واصل إلى درجة سامية الرضا بمكروه القضاء لذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كان يقول اللهم رضا بقضائك يعني شنو رضا بقضائك مع أنه تحمل مصائب جمة في قتل أولاده، في قتل اخوانه، في قتل أقربائه، وكان يعلم ما سيؤول إليه أمر أهله ورحله، لكن لأن الله قضى ذلك فهو كان راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، إذن الرضا حالة نفسية هي توجب القبول بالشيء. حتى إذا كان منافرا للطبع. والغضب أيضا الغضب حالة نفسية توجب الميل إلى الاعتداء والانتقام. زين نفس الرضا ونفس الغضب ليس من فعل الإنسان، إنما المقدمات من فعل الإنسان. إذا الإنسان فعل المقدمات، الله يلقي في قلبه الرضا. إذا فعل مقدمات أخرى الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الغضب. طبعا قد يكون الرضا حسنا والغضب حسنا وقد يكون الرضا قبيحا والغضب قبيحا، يعني أنت ترضى بمكروه القضاء هذا حسن. لكن فلان يرضى بقتل أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا قد يوجب الكفر. ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به اذا سمع بقتل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بقتل الامام الحسين فرضي بذلك هذا ملعون الله سبحانه وتعالى يلعنه هذا رضا قبيح غضب الانسان يغضب لله وضمن الموازين الشرعيه هذا مطلوب لكن يغضب الإنسان لا لله ولا ضمن الموازين الشرعية هذا غير مطلوب طبعا بعض الأحيان حالة طبيعية تكون واحد يشتمك أنت تغضب لكن الإنسان لازم يضبط الغضب الغضب نعمة من الله لكن ضمن حدود لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر شيئا عبثا كل ما اعطاه للانسان فانما هو لحكمه لكن على الانسان ان يجعله ضمن الاطار الصحيح انت تغضب هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى لان فيه حفظ النفس حفظ العائله حفظ الاموال حفظ الاوطان لكن هذا الغضب يتجاوز الحد هذا مذموم هذا المثال الثاني الذي يرتبط بالنفس المثال الثالث الذي يمثله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والنوم واليقظة النوم واليقظة هذا مثال يرتبط بالجسم المعرفة والجهل كان يرتبط بالقلب يرتبطان بالقلب الرضا والغضب كان يرتبطان بالنفس النوم واليقظة يرتبطان بالجسم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الكيفية أنه يحتاج إلى نوم ويكون مستيقظا أحيانا. زين. هل النوم من صنع الإنسان؟ نعم مقدمات النوم من صنع الإنسان. يعني أنت تذهب إلى الفراش بعد أن تكون تعبا، تغمض عينيك، فيأتيك النوم، لكن المقدمات منك إتيان النوم هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى وكذلك اليقظة أنت تهيئ المقدمات تستيقظ واحد يخلي له منبه مثلا أو ينام بمقدار كافي بمقدار احتياج الجسم المقدمات من الإنسان قد تكون لكن النتيجة اللي هي اليقظة من الله سبحانه وتعالى زين الشاهد من هذا الحديث هو ارتباط كل النتائج بالله سبحانه وتعالى لكن الافعال الاختياريه مقدماتها تكون من الانسان. ولان المقدمات اختياريه فالله سبحانه وتعالى يحاسب الانسان. الشاهد في هذا الحديث هو المقطع الاول لان كلامنا في المسائل التوحيديه المعرفه والجهل. انت هيئ المقدمات الله يرزقك المعرفه. فلان هيئ مقدمات الجحود فالله يظله ولا يهديه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومشيئه الله ليست اعتباط. ليست اعتباطا لان الله حكيم يهدي من يشاء ممن احسن عملا، يعني ذلك الانسان يحسن عملا فالله يهديه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين